ونتابع هذا الموضوع الآن مشاهدين حول تحرك المبعوث الأممي للضغط على الحكومة الشرعية بعد قرار البنك المركزي الأخير. ينضم معنا السيد نبيل بوكيل الكاتب والباحث السياسي المعروف. نرحب بك سيد نبيل معنا إلى أخبار المنتصف. قبل قليل السيد مصطفى تحدثنا المبعوث يتم استدعائه وهو أداة يتم استخدامه حاليا. ألا يخجل المبعوث الأممي للتحرك بهذا التوقيت ويعني انحياز مفضوح سيد نبيل يعني إلى جانب الميليشيا؟ المعنى باعتقادي المسألة لا تقرأ بهذه الطريقة، باعتبار أن المبعوث الأممي في الأخير هو ليس طرفا منحازا لطرف. المبعوث الأممي يتعامل مع واقع، وحينما يجد هذا الواقع يتعارض مع توجهاته ومع مهمته هو ينحاز لوظيفته أو لمصلحته الخاصة، وبالتالي إذا كان ثمة من لوم فاللوم لا يقع على المبعوث الأممي، لأنه نحن من خلال تجربة المبعوثين الأمميين الكثيرين في الملف اليمني منذ البداية يعني كان يفترض أنه لدينا تجربة كافية للتعاطي مع هؤلاء المبعوثين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة، يقدمون يعني مصالح التقارير التي يرفعونها، المرتبات التي يتقاضونها وهي مرتبات باهظة وكبيرة جدا، وبالتالي هو يعمل في سبيل استمرار هذا العمل وفي سبيل استمرار هذه الوظيفة التي يقوم بها. اللوم كل اللوم اليوم أنا باعتقاد يقع على المجلس، مجلس القيادة الرئاسي، وعلى الحكومة اليمنية. هم المسؤولان والمسؤولون المسؤولية مباشرة أمام اليمنيين، ومسؤولون أيضا عن سير الأمور بهذه الطريقة، لأنه يعني ما حدث هو يعبر عن انعدام تام لفكرة السيادة الوطنية فيما يتعلق بهذه القرارات، وبالتالي أنا لا أستطيع أن ألوم الجانب الأممي ولا أستطيع أن ألوم الجانب السعودي. أنا كمواطن يمني أنا لا ألوم إلا من له مسؤولية علي، وبالتالي أنا باعتقادي أنه لنخفف قلب المبعوث الأممي ولنتوجه إلى المجلس الرئاسي الذي يقدم مثل هذه الخطوات ويشتغل بهذه الطريقه. يعني لا نتفاجأ سيد نبيل، يعني مبعوث الأممي يتحرك كما تحدثت ووصفته يعني ضمن مصلحته حاليا، ولا داعي ربما لكل هذه المفاجأة يعني حتى نتفاجأ بهذا التحرك من قبل المبعوث او حتى انحيازه. طيب الان هذه الضغوطات الا تؤثر بشكل او باخر على اداء الحكومه الشرعيه؟ مبعوث أممي، لا ندري كيف ايضا موقف المملكه العربيه السعوديه وحتى دول الاقليم، الا يؤثر ذلك على أداء الشرعية؟ هي قد تحركت بخطوة ممتازة وأشاد بها يعني المواطن اليمني. أنا باعتقادي مسألة التأثير الأمر يتجاوز مسألة التأثير إلى مسألة يعني ضرب مصداقية هذه الحكومة. ليس فقط أمام المواطن في الداخل اليمني أو المواطن اليمني بشكل عام، إنما أيضا لدى المؤسسات المالية الدولية يعني التي تتعاطى مع صحيح. مع مثل هذه القرارات وتتعاطى مع هذه الحكومة، وترى أنها لا تنفذ ما أمرت به وليست لديها القدرة والشجاعة على أن تستمر في أداء مهامها السيادية والسياسية والاقتصادية أيضا في هذا الملف، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية فيما يتعلق بانهيار مصداقية هذه الحكومة والمجلس القيادة الرئاسي، وأمام مشكلة عميقة تتعلق بأنه كيف نستعيد هذه المصداقية، لأنه رأس مالنا اليوم الوحيد هو هذه المساحة التي نتحرك بها، كيف نستغل يعني هذه القضايا وهذه الأوراق في استعادة زخم القضية الوطنية واستعادة المعركة الوطنية من شقها الاقتصادي والسياسي. نعم يعني نقطة مهمة سيد نبيل، مصداقية الشرعية على المحك الآن. طيب باعتقادك حاليا إذا تم التراجع أو حتى تأجيل قرار البنك المركزي، هل يعني تستطيع يعني الحكومة أن تفاوض الميليشيا والخروج أيضا ربما يعني بانتصارات سواء كان سياسية أو حتى اقتصادية؟ هذا الملف هو كان الورقة الوحيدة الأقوى في يد الشرعية اليوم، التفريط بها أنا باعتقادي يعني يعرقل ويضعف ويعمل على يعني دعني أقول يعمل على إرباك القرار الوطني، وبالتالي أنت حينما ستذهب إلى مفاوضات تذهب بطريقة لا تمتلك فيها أوراق، لا تمتلك فيها يعني إمكانية على أن تسجل أهدافك وأن تفاوض وأنت مرفوع الرأس، أنت ستذهب وأنت يعني في أضعف حالاتك، تستمد نوع من البقاء لشرعنة هذه الانتهاكات التي تتم في السيادة الوطنية، وتمنح هذه الميليشيات أيضا مشروعية، أنت تتنازل اليوم تخصم
من شرعيتك السياسية والسيادية والوطنية وتمنحها لهذه الميليشيات التي تدعي أنك تحاربها على امتداد 10 سنوات. بالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية يعني تمس صلب القضية الوطنية وجوهر النضال وجوهر التضحيات وجوهر السيادة الوطنية. طب قبل أن نختم معك سيد نبيل، هل تعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تقف إلى جانب الشرعية فيما يتعلق كما تحدث؟ هذه ورقة قوية تمتلكها الآن الحكومة الشرعية، هل ستجعل الشرعية تفرط بها؟ الحديث عن السعودية أيضا هو نفس الحديث عن المبعوث الأممي. السعودية اليوم أنا باعتقادي بعد 10 سنوات هي والتطورات الحاصلة في الملفات السعودية الداخلية فيما يتعلق بالرؤية 2030 والتحولات الموجودة، أنا باعتقادي وبال يعني التحولات الحاصلة إقليميا فيما يتعلق بفلسطين وغزة والصراعات والبحر الأحمر، كل هذه الملفات أنا باعتقادي تدفع الجانب السعودي إلى أن يبحث عن مصالحه الخاصة بغض النظر عن الآخرين. يعني نعم. يعني السعودية دولة لها مصالحها، وترى أن مصالحها إذا تحققت عن طريق الحوثي أهلا وسهلا، وإن تحققت عن طريق الشرعية أهلا وسهلا، وبالتالي ليس لديها أفضلية أنا باعتقادي السعودية في مثل هذا، وخاصة أنها تقف بقوة أمام ممارسة هذا الضغط على الحكومة الشرعية، وبالتالي هي لا تمتلك مقارنة للأفضلية بين الحوثي والشرعي. إذن وصلت إلى هذه المرحلة يعني. صحيح، يعني كما تحدث سيدنا نبيل الكل يتحرك وفق مصالحه، ونحن نتمنى الحكومة الشرعية أيضا أن تتحرك وفق مصالحها هي. الكاتب والباحث السياسي المعروف السيد نبيل البكيري، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.